بتكون اجريهم ترتين على الارض. طيب هاي اول شيء، استرخوا، غمضوا عينيكم ورجليكم ثابتين على الارض. يلا بعدين بدكم تستمعوا شو بحكي. وهم مغمضين عينيهم، هم مغمضين عينيهم، انا شايفتهم فاتحين يا فراس. شكرا للي غمضوا. هلا بدك تستخرج الافكار اللي بعطيك، هلا بعطيك انا الوقت الكافي عشان تستخرجها. اول شيء بدي ثلاث شروط انهم يكونوا متوفرين. بدك تستبعد وتطرد كل الافكار اللي براسك، يعني تكون صافي الذهن تمام. بعدين اغلق عينيك زي ما حكينا وركز على التوجيهات اللي ساقدمها لك وحلق في عالم الخيال. مستعدين؟ تفضل. هلا اشياء جنونيه اسمها اللعبه. اول شيء بدك تتخيل انه قدامك قطعه حلوى مصنوعه من الصابونه وانت نازل تقطع فيها. تخيل وانتم مغمضين. انتم مغمضين، غمض كبار السن، غمضوا. بعدين بدك تتخيل حمار لونه احمر واصفر طالع على عمود على عمود بالشارع. عم تتخيلوا؟ عم تتخيلوا؟ بلا بدها هدوء، بدها هدوء، بدها هدوء. هلا او انتم بتخدوها مزح، وفعليا هو بحكي لكم البرنامج زي هيك بتخدوها مزح ولعب، بس هي فعليا بتشغلكم في تنمية الخيال. شغلت عندك؟ طيب هلا بدكم تتخيلوا انه النجوم بالسماء مثل اشجار النخيل. هذا حلو التمرين. الدنيا تلقى بدل دي. عيد عيد اسمه الخيال. بدك تتخيل انه النجوم بالسماء مثل اشجار النخيل. لا لا هم تمرين تمرين، مشهد 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 مشهد، هذول المشاهد حاولوا. بعدين بدك تتخيل انه بتمشي بالشارع وملابسك مقلوبه. كيف هو يعني البنطلون بالعكس، كل شيء بالعكس. بدك الحاجات لا تتصب تمام. بعدين القرود تمشي متعثرة في غابة من علب الحلوى. من علب الحلوى، يعني كلها حلوى وأشياء. هاي أنا بدي أتعثر فيها. تدريب تدريب هاي على الخيال. كيف بتدربوا الصغار على مهارة الخيال هيك؟ بعدين بكم القرد كثيف الشعر يأكل الحجاب. مشهد زي مشهد مشهد. بعدين قاع البحر بيرتفع أكثر وأكثر. قرد في البحر؟ لا القرد في العقبة. بعدين أشجار الإسمنت تنمو في الصحراء. شجر مصنوع من الإسمنت في الصحراء. أفكار غير مألوفة، لاحظوا. صياد الكلاب الضالة والطيور والنحل يطارد صياد الصياد الكلاب الضالة والطيور والنحل. الثلج الأسود يتساقط من السماء كقطع الفحم. لاحظوا لاحظوا كيف اندمجتوا بالمهارة، سكتوا هلا عم تخيلوا، صار في صور صور. كرة القدم تركل اللاعبين بدل ما هم يركلوها. إلى عجرين تخيلت فيها؟ طبعا بالنهاية مع الخيال بسكامبر لا شيء مستحيل، كل شيء ممكن. طب إيش الهدف فراس من هذا التمرين؟ الهدف من التمرين هذا بساعد تأهيل الخيال تاعك، تنمية الخيال بشكل عام. التفكير يعني لما أنت تتخيل خلاص طلبت كل الأفكار، وبالتالي لما بدك تجيب أفكار إبداعية لازم يكون ذهنك صافي 100%.
من هون بتنطلق الافكار الابداعيه، وهذا البرنامج هو بساعدك على هذا الامر. طيب شو حسيتوا انتم بتتخيلوا؟ على فكرة آخر تمارين سكتوا لأنه صرتوا تتخيلوا، صار في صور ذهنكم صح؟ بتنتقلي من لعبة للعبة، من لعبة للعبة هم بيندمجوا أكثر، لما كل ما تنتقلي من لعبة بس عشان نحاضر لعبة واحدة. أي كان جبت لنا لعبة ثانية يا فراس؟ خليهم يتسلوا بهالشتا. حلوة صح؟ طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله، شكرا يا فراس، شكرا.